الآن يا صباح الخير على حضراتكم، صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. حلقة النهاردة حلقة يوم الأربعاء بتاريخ 6 مايو 2020. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، مليان دايما بالطاقة الإيجابية والتفاؤل. خليني أذكر حضراتكم بفقراتنا زي ما احنا متعودين، دايما بنبدأ بفقرتنا الإخبارية اللي بنتابع فيها أبرز الأخبار اللي بتكون على الساحة السياسية، وطبعا الأخبار اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية، والأزمة اللي احنا بنمر بيها أزمة فيروس كورونا، وطبعا تقرير منظمة الصحة المصرية امبارح. وفقرتنا الثانية فقرة الصحافة هتكون مع أستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، هنحلل معاه بشكل تفصيلي أبرز المجلات اللي بتعتلي الصحف المصرية. فقرتنا الأخيرة هنتكلم فيها عن آثار منطقتي تل باسطة وأصان الحجر من طيبة الشمال، ودول الموجودين في محافظة الشرقية. هنتكلم عن ما تمتلكه هذين المنطقتين من آثار وتراث وحضارة مع دكتور إيفان إدوارد بولس، مدرس التاريخ والحضارة المصرية القديمة بجامعة الفيوم وعضو اتحاد الأثريين المصريين. هنعرف أكتر عن هذه الأثار وطبعا ما تمتلكه من حضارة وتاريخ. خلينا نبدأ مع بعض على طول مشاهدينا فقرتنا الإخبارية، بداية من وصول الغواصة S-43 إلى قاعدة الأسكندرية وانضمامها إلى أسطول القوات البحرية المصرية. كانت الغواصة S-43 قد غادرت ألمانيا يوم 14 إبريل الماضي بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لتقييمها وتنفيذ رحلة العودة إلى مصر. وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20,000 كيلومتر وسرعة إبحار عالية، ولها قدرة على إطلاق التوربيدات والصواريخ عمق السطح. خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر عن هذه الغواصة ووصولها إلى مصر، ونرجع نكمل مع حضراتكم. وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الغواصة S-43 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كيلومتر خلال 20 يوما بطاقمها المصري. وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014، تعزيزا لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية، ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات. وتعد الغواصة S-43 مع مثيلتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما سيساهم في رفع تصنيفها عالميا. وتعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم، حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية واستهداف المواقع البرية الساحلية، ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات، وتستطيع الإبحار لمسافة 11,000 ميل بحري، وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلومترا على الساعة، وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء. وتضم الغواصة 8 أنابيب توربيد ومخزنا يسع 14 توربيدا، مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية. ويعلو 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 الطبيب
وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة إلى قاعدة الأسكندرية أن القوات البحرية سوف تظل على العهد دائما في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجها الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترساناتها البحرية. صباح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا. معانا تقرير كمان استمرار أعمال التطهير والتعقيم بداخل كافة السجون وتنظيم دورة تدريبية عبر الاتصال الإلكتروني لضباط السجون، وده بشأن الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية داخل السجون بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير كافة السجون من خلال فرق الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وده في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بداية من ظهور ذلك الفيروس المستجد. وقد شملت أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون، وده للحفاظ على صحة المترددين عليها من النزلاء. خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر لهذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. رعاية صحية متكاملة تقدمها وزارة الداخلية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية من خلال مستشفيات مقامة داخل السجون ذات تجهيزات تقنية وبشرية عالية، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية للنزلاء وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، وأبرزها عمليات الغسيل الكلوي للحالات التي تحتاج لها بصفة دورية، وتتم باستخدام أحدث الأجهزة المتخصصة في هذا الصدد. ويتاح للنزلاء التوجه للعيادات الخارجية بمستشفيات السجون لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة في ظل وجود كافة التخصصات الطبية داخل السجون، وتصرف الأدوية اللازمة من صيدلية موجودة داخل كل مستشفى بها كافة الأدوية. تأتي هذه الإجراءات الوقائية والصحية تزامنا مع ما تتخذه الدولة من تدابير لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، حيث يحرص قطاع السجون على إجراء مسح طبي لنزلاء السجون للاطمئنان على حالتهم الصحية. بنزل كل أسبوع أعمل إشاعة، وبنزل كل أسبوع أخذ علاجي، ومش قادر أنزل، الدكتور بيطلع لي فوق العنبر بتاعي. بنطلع العيادات الخارجية وبيتم الكشف علينا وبيتصرف لنا العلاج، والعلاج دايما موجود بصفة منتظمة في الصيدلية الخاصة بالسجن. ومع تواصل هذه الإجراءات فإن عمليات تأهيل السجناء مستمرة داخل الورش المختلفة مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخلها من ارتداء كمامات وقفازات طبية إلى التباعد بين النزلاء، كما تنطلق بصفة دورية ووفقا لبرنامج معد سلفا عمليات التعقيم والتطهير داخل السجون والتي تشمل كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية. ومع تواصل هذه الإجراءات نظم القطاع بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية عبر الاتصال الإلكتروني بشأن الوقاية من الأمراض المعدية داخل السجون ومكافحتها ومنها فيروس كورونا، وبما يمكنهم من أداء مهمتهم في الحفاظ على سلامة وصحة نزلاء السجون. حاضر فيها خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر تقنية الاتصال الإلكتروني. وتواصل وزارة الداخلية ومن خلال قطاع السجون ووفقا لخطة متكاملة عمليات تعقيم السجون على مستوى الجمهورية لضمان حماية صحة وسلامة النزلاء، إضافة إلى ما يتم توفيره لهم من رعاية صحية واجتماعية وتأهيلية لتأهيلهم وإصلاحهم.
اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. معانا خبر اعلى الدكتور محمد معيط وزير الماليه عن تقديم موعد صرف مرتب شهر مايو الحالي، وهيتم تخصيص ايام محدده لصرف مرتبات العاملين بكل وزاره، وده طبعا من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ولمنع التزاحم على ماكينات الصرافه. لتفاصيل اكتر عن هذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف دكتور محمد ابراهيم المتحدث باسم وزاره الماليه لشؤون الميكنه والخزانه. صباح الفل يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. يعني بداية نسأل حضرتك عن متى هيبدأ او انت هيبدأ صرف مرتب شهر مايو. حضرتك ان شاء الله من المقرر انه يبدأ يوم الاثنين الموافق 18 من شهر مايو. وهيستمر الى يوم 28. هذا القرار يعني اتى في مراعاة و يعني دعما للسادة المواطنين ان احنا نقدر نواجه فيروس كورونا، وان احنا كمان عندنا عيد الفطر المبارك يوم 23 مايو. وحضرتك عارفه طبعا ان الساده المواطنين والساده العاملين بيحبوا ان هم يكونوا داخلين على فتره الاعياد بيكون معاهم يعني اموال. فعلى طول تم التفاعل وتم تقسيم الجهات الحكوميه على الايام والتدريج يعني استحقاق رواتبهم انها هتكون موجوده في البنوك او في مكانات صرف الرواتب في ايام متتاليه، عشان يبقى في زي ما قلنا مواجهه لتداعيات فيروس كورونا وما يكونش في ازدحام على ماكينات التحصيل. يعني الهدف من تقديم موعد الصرف انه طبعا حفاظا على امان المواطنين وعدم التزاحم على ماكينات الصرف. بالظبط كده يا فندم. طيب. وتم اعداد بقى جدول تمام دي الجهات اللي المفروض تتقاضى رواتبها، وتم توزيع هذا الجدول على الجهات الحكوميه، وصدر بكتاب دوري من رئيس قطاع الحسابات والمديريات الماليه في وزاره الماليه. وبنناشد طبعا كافه الجهات الحكوميه اللي تسلمت هذا الكتاب ان هي توعي وتخبر العاملين بيها على المواعيد المخصصه ليهم، عشان زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت ما يكونش فيه تزاحم. فبدانا يوم 18/5 لوزارة الصحة، ده تقديرا لجهودهم والخدمات الكبيرة اللي حاليا بيقدموها، ووزارة التضامن الاجتماعي والتموين والنقل والاتصالات والقوى العاملة والإنتاج الحربي، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال وشؤون مجلس النواب. وحضرتك أي وزارة ده بالترتيب يا دكتور صح كده؟ أه يا فندم. كل دول في يوم واحد. كل يوم دول 18 تمام بيكون معاهم مديريات الخدمات بقى بتاعتهم. يعني حضرتك مثلا قلنا وزارة الصحة دي الوزارة وليها مديرية شؤون صحية في كل محافظة. نتكلم لو قلنا الوزارة بيبقى الوزارة ومعاها مديرية الخدمات بتاعتها وبعض الهيئات المستقلة الأخرى، مثلا يوم 18 زي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس، دي حضرتك أجهزة مستقلة. يوم الثلاث يبقى يكون وزارة الداخلية والأوقاف والثقافة والاثار والاسكان والتجاره والصناعه والطيران المدني والبيئه والسياحه والبترول، وبرضو الجهات التابعه ليهم من مديريات خدمات. يوم الاربعاء ان شاء الله يوم 20/5 وزارات التعليم العالي والتنميه المحليه والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والجهات التابعه ليهم، وفي هيئات مستقله القضاء والنيابه وهيئه النيابه الاداريه وهيئه قضايا الدوله ومجلس الدوله وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية واللجنة العليا للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ثم يوم الخميس 21 مايو وزارات التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري ووزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية ومصالحهم وهيئاتهم التابعة، بالإضافة للأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. وتظل يعني هناك أيام متاحة حتى يوم 28 تستطيع كافة الجهات الحكومية أن هي تقوم بالخصم على يعني حساباتها البنكية والإضافة إلى الحسابات البنكية للسادة العاملين. حلو جدا. يعني ده جدول بالترتيب للوزارات كلها بترتيب الوزارات. طب دكتور احنا الشهر اللي فات يعني تم ايضا تقديم مواعيد صرف المرتبات، هل معنى ده او نعتبر ده انه هيكون مواعيد جديده للمواعيد، يعني طبعا بخلاف المواعيد السابقه اللي هي بتكون يوم 24 من كل شهر؟ لا يا فندم، هي المواعيد الرسميه اللي حددتها وزاره الماليه واصدرت بيها
تعليمات او تشريعات لكافه الجهات الاداريه من يوم 24 الى يوم 28. الشهر ده قلنا حضرتك السبب، الشهر اللي فات كان عندنا احنا بدانا كان يوم 19 وده كان عيد القيامه المجيد، وكنا طبعا حريصين ان احنا برضو ندخل معانا اموال بالنسبه للساده العاملين. فاحنا حضرتك في وزاره الماليه بنطمن الساده المشاهدين ان احنا بنتفاعل وبنشوف الاحداث جداً. اللي موجوده وبنحاول ان احنا يعني نلبي او نساعد او نساهم في التسهيل على الساده العاملين والساده المواطنين. صحيح، مجهود اكتر من رائع. طب خليني استغل وجود حضرتك معانا دكتور عبر الهاتف واسالك عن انه في بعض المواقع الالكترونيه وصفحات طبعا التواصل الاجتماعي تداولت انباء بخصوص زياده اسعار الوقود مع اقرار رسوم جديده على الوقود، هل هيكون فعلا في زياده في اسعار الوقود؟ لا خالص على الاطلاق، يمكن بس هو هناك تعديل في يعني استحقاق او المصب النهائي لهذه المبالغ، يعني حضرتك اوريدي المبالغ دي بتدفع وبتذهب الى الهيئه العامه للبترول. طيب ايه الهيئه العامه للبترول؟ تصنيفها حضرتك في الدوله هي هيئه اقتصاديه. والهيئات الاقتصاديه تربطها بالموازنه العامه للدوله يعني علاقه اقفال في نهايه العام، اما بتوريد الايرادات او بان الدوله تتحمل الخساره اذا كان في خساره، ارباح بتاخدها الدولة. طب الخطوة دي يمكن لو حبينا او ركزنا شوية يمكن نلاقيها ان هي هتكون في صالح المواطن، يعني انا عدلت حضرتك المصب من الرسوم او رسوم التنمية الموارد المالية للدولة اللي هي 30 قرش لكل لتر بنزين و25 قرش لكل لتر سولار. المبالغ دي حضرتك ببساطة شديدة جدا عشان ما نخشش في تعقيدات، المبالغ دي سوف يتم توجيهها مباشرة إلى الإيرادات العامة للدولة بدلا من هي هذه الرسوم بتتوجه كإيراد للهيئة العامة للبترول، ثم ننتظر إلى نهاية العام حتى تحدث عملية التسوية. فإحنا دلوقتي قلنا لأ، يبقى الفلوس دي إحنا كدولة وكمجتمع مصري محتاج يدعم إيرادات العامة للدولة، وحضرتك عارفة إن يمكن بشكل أو بآخر تأثرت جراء أزمة فيروس كورونا. بالظبط الازمه اللي بنمر بيها. فحضرتك لو دققنا شويه هنلاقي لا ده بالعكس احنا كده بندعم اقتصاد الدوله. طيب هل هذا سيكون ليه اي اثر على المواطن او على ارتفاع سعر البنزين؟ لا، حتى السيد الدكتور محمد معيط وزير الماليه كان ناشد السيد وزير البترول والمسؤولين في الهيئه العامه للبترول ان كافه يعني نسميها محطات الوقود اللي هي البنزينه زي ما احنا متعارف عليها يعني ان هي يتم بيعلقوا ورقه مكتوب لها زياده لاسعار البنزين عشان انت عارف حضرتك الشائعات بتكتر وتحس ان المواطن لا ده في ارتفاع. وقلت ازاي في ارتفاع وفي خفض في الاسعار العالميه وتبدا في حاله بلبله عند الناس؟ لا ما فيش اي زياده خالص، دي عمليه تسويه حكوميه بين وزاره الماليه وبين وزاره البترول والهيئه العامه للبترول، ولن يشعر المواطن باي زياده، مش لن يشعر، هو لن يتم اي زياده، بالعكس زي ما قلنا ان يعتبر ده خطوه لدعم الايرادات العامه للدوله والاقتصاد القومي. انا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد ابراهيم المتحدث باسم وزاره الماليه لشؤون الميكنه والخزانه، بشكر حضرتك على المداخله وبشكر حضرتك كمان على المجهود الاكثر من رائع اللي بتقوم بيه وزاره الماليه. خلينا نروح مع حضراتكم معانا خبر كمان، معانا المقال اللي كتبه نيافه الحبر جليل الانبا ارميه الاسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي امبارح من جريده المصري اليوم بعنوان الطريق المشؤوم. المقال بيجاوب على تساؤل لاحد القراء عن ما هي الاصول التي تعلمناها من تعاليم الاديان، هل هي التعليم التي تسلمها ادم وحواء ام هي المبادئ والاخلاق التي تعيش عليها الانسانيه؟ فهل اذا اردنا التوبه والعوده تكون لله ام لادم وحواء؟ هل الدين هو الاصل ام المبادئ الانسانيه هي الاصل؟ نيافه الحبر الجليل انبا ارميه بيجاوب على هذا التساؤل في مقاله الطريق المشؤوم.
خبر كمان معانا مشاهدينا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق لعودة السياحة الداخلية، وده بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار ووزارة الصحة حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية. والتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الفل يا دكتور. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. يعني في البدايه خليني اسال حضرتك عن الاشتراطات اللي يجب ان تلتزم بها الفنادق حتى تحصل على شهاده الصلاحيه الصحيه. الاول طبعا الفنادق علشان تقدر تشترك في فكره التشغيل التجريبي اللي هي بتبقى نسبه 25% من الطاقه الاستيعابيه للفندق في المرحلة الأولى، وبعد كده ممكن تزيد ل 50%، بتقدم طلب تشغيل لعمل مراجعة وتفتيش وفقا للمعايير السلامة الصحية اللي وضعتها وزارة الصحة. وده بيتم تقييمها من خلال شركات متخصصة في هذا المجال، وفي نفس الوقت بتحصل على شهادة معايير السلامة الصحية، ودي طبعا اتعمل لها علامة تجارية وتم الإعلان عنها من يعني منذ يومين تقريبا. بعد كده كل فندق المفروض يوفر عيادة طبية وتبليد يبقى موجود بصفة دايمة، والتأكد طبعا من جودة كل أدوات الوقاية الشخصية وأدوات التعقيم وكل حاجة طبعا موجودة داخل الفندق علشان يبقى يعني متأكد انها طبعا يعني بتناسب المعايير اللي وضعتها وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن. طبعا ده بالإضافة ان في فريق عمل تم تشكيله مشترك ما بين الغرفة غرفة الفنادق وإدارة كافحة العدوى في وزارة الصحة للمرور على الفنادق بشكل مستمر. طيب نروح على الاشتراطات الخاصة بالنزلاء اللي اعتمدتها الحكومة يا دكتور. الاشتراطات النزلاء بتشتمل على انه ضرورة تركيب جهاز تعقيم في مدخل كل فندق، وطبعا تعقيم الأمتعة للنزلاء فور وصولهم وكمان قبل مغادرتهم للفندق، طبعا قياس درجات الحرارة عند دخولهم كل مرة، وتطهير كافة المناطق العامة، وتوفير كل المطهرات اللازمة للإيدين وفي كل الأماكن اللي هي ممكن يتجرود فيها النزلاء بالفندق. طيب العاملين في الفندق يا دكتور هل كمان ليهم اشتراطات للتعامل مع النزلاء؟ اكيد طبعا، طبعا ده اهم حاجه طبعا ان احنا نحافظ على العماله زي ما بنحافظ على النزلاء. أكيد. فكان طبعا تحديد نسبه تشغيل العماله من الاساس لحد اقصى 50% من نسبه العماله. وطبعا بيتم اجراء اختبار سريع للعاملين العاديين من اجازاتهم، واختبار درجات الحراره عند دخول كل يعني لو فرض حتى انه قرب بيتعمل له تاني اختبار درجات الحراره، وبيتعمل لهم اختبارات سريعه على البوابات الساحليه المدن الساحليه اللي هم بيعملوا فيها، وطبعا غير بقى دورات التوعيه والتدريب المستمر وتاهيلهم على كيفيه التعامل في ظل هذه الظروف والاحتياطات والاحترازات اللازمه طبعا اللي وضعتها وزاره الصحه. تمام، هل يا دكتور هيتم تشغيل الفنادق بكامل طاقتها؟ يعني هنرجع زي ما كنا قبل هذه الجائحه؟ لا طبعا، هو في فتره تشغيل تجريبي بتبقى نسبتها 25% من الطاقه الاستيعابيه فقط للفندق، دي تقريبا لحد 1/6، وبعد كده هنتدرج تدريجيا الى 50% من نسبه الطاقه الاستيعابيه للفندق، وده طبعا شرط اساسي لان لازم يبقى فيه طبعا مسافات ما بين العملاء او النزلاء، ده غير طبعا ان الحجرات تم تحديد ان يبقى الحجره تستوعب فردين وطفل، يعني كمان مش هتبقى غرفه ممكن يكون فيها اللي هي الفاميلي روم زي الاول بتبقى فيها عدد كبيره، فطبعا لا المعايير كتيره جدا حطت اشتراطات في الاقامه. اخيرا يا دكتور، يعني اعتقد انه سؤال مهم جدا، المطاعم اللي في الفنادق هل ليها ضوابط علشان يقدروا يتم التشغيل بيها زي ما كنا في الاول؟ اكيد طبعا، لان المطعم جزء لا يتجزا من الفندق، ف يعني دلوقتي طبعا تم الاستغناء عن البوفيه المفتوح، وحاليا بيتم التعامل او هيتم ان شاء الله الفتره الجايه التعامل بنظام المنيو المجهز، يبقى فيه مجموعه من الوجبات يعني صفقه الاختيار العميل او النزيل هو اللي يختار منها، ده غير طبعا ان المساحات ما بين الترابيزات او الطاولات
بحد ادنى 50 مترين ما بين كل طاوله والتانيه، المسافه متر ما بين كل نزيل ونزيل على نفس الطاوله بحد اقصى 6 افراد على الطاوله الواحده، طبعا معايير النظافه والتطهير مستمر وتعقيم اليدين في كل نقطه، وغير كده برضو قياس درجات الحراره لداخلين المطعم وفي نفس الوقت للعاملين في المطعم بشكل مستمر. ادوات المائده والاستخدام هي ادوات مره واحده ولا تعاد استخدامها، يعني كثير من الاجراءات الحقيقه يعني محطوطه في الاعتبار طبقا لمعايير ومواصفات اللي وضعتها وزاره الصحه والسكان. انا بشكر حضرتك جدا دكتوره سهى بهجت مستشار وزير السياحه والاثار والمتحدث الرسمي باسم الوزاره، بشكرك شكرا جزيلا على المداخله. مشاهدينا فقرتنا الاخباريه انتهت، هنروح لفاصل ونرجع لفقره الصحافه مع ضيفنا اللي شرفنا في الاستوديو استاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، خليكم معنا.